السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، نقدم لكم اليوم: تعرف على 5 سيارات خارقة متحولة بالتكنولوجيا المستقبلية. يوجد العديد من السيارات في العالم تتميز بالقوة والتصميمات الغريبة المختلفة، وهذه السيارات تتحول إلى أوضاع لا تصدق بالتكنولوجيا المستقبلية. سيارة هام رايدر هي سيارة جيب شيروكي مزودة بغطاء عجلات مخصصة لرفع السيارة لحوالي 274 سنتيمتر في الهواء، ويمكنها المرور فوق السيارات الأخرى، مما يعني أنه لا وجود لألم حركة المرور في ساعة الذروة مرة أخرى. وصمم المهندس سكوت بيفرلي هام رايدر، والتي تزن حوالي 3800 كيلوغرام، وتعتبر ضعف وزن السيارة العادية، وتحتوي على أكثر من 91 مترا من الخطوط الهيدروليكية، وبها مولد تحت غطاء السيارة يعمل بالغاز لتشغيل نظام الرفع الهيدروليكي والمحركات الكهربائية في العجلة، والتي تستخدم أكثر من 400 كيلوغرام من الضغط لتشغيل جميع المضخات الهيدروليكية. ولدعم كل هذه الحمولة تم استبدال الإطارات القياسية بإطارات أكثر سمكا. ويوجد بالسيارة أيضا 4 كاميرات وشاشة فيديو متكاملة رباعية الانقسام تمكن السائق من النظر إلى السيارات التي تعبر فوقها وتقف على ارتفاع 9 أقدام. سيارة لاترونس BMW سيارة تتحول إلى رجل آلي يقف ويحرك رأسه ويديه وأصابعه، ويتحول مرة أخرى إلى سيارة. يمكن التحكم فيها عن طريق جهاز تحكم بالكامل، سواء في وضع السيارة أو وضع الرجل الآلي. وعند التحول إلى روبوت، يمكنه السير على عجلتين فقط، وهما العجلتين الخلفيتين، على أن تأخذ شكل الرجل الآلي وتبدأ في التحرك، وكل ذلك عن طريق التحكم عن بعد بريموت كنترول. السيارة مزودة بالحجم الطبيعي بضوابط هيدروليكية تسمح بتحريك الرقبة والرأس، بالإضافة إلى تحركات الذراع واليد، ولكن في التحول يكون الروبوت غير قادر على المشي. وكل هذه التغييرات تحدث من الضغطة في لمسة على زر واحد للسيارة لتتحول إلى روبوت عملاق مع الأصابع الحركية. وتخرج السيارة من ألواحها الجانبية، ويصعد الهيكل على الأرجل ويقف طويل القامة، وذلك بنظام التحكم الهيدروليكي ورفع السيارة على الساقين، وبها تقنيات داخلية منها نظام الصوت وتقنية واي فاي. والسيارة لديها أسلحة متحركة وأضواء ليد وكاميرات تفاعلية لأداء قدرات الكلام والحركة. سيارة لامبورغيني أفنتادور هي أحدث سيارة رياضية قوية جدا، والسيارة بها تصميم حقيقي يعبر عن الديناميكية، وتصميم السيارة مستوحى من قوة الطيران، فهي تعمل بتكنولوجيا المحرك الأقوى V12. وقد تم تصميم نماذج جديدة لتجاوز مفهوم الأداء نفسه لأداء قوي للغاية، لوضع معيار جديد للسيارات الرياضية الفائقة. وتجمع السيارة بين التكنولوجيا العالية المستوى والمعدات الفاخرة مع مواد بجودة عالية، ويدمج مع السيارة أساسيات التكنولوجيا المتطورة كما هو الحال في الطائرات الحديثة، وبها تقنيات متطورة منها شاشة مبتكرة بلوحة العدادات لوظائف الوسائط المتعددة. وزودت السيارة بمحرك جديد بسعة 6.5 لتر V12 بقوة قدرها 691 حصان. والسيارة يمكنها مستقبليا التحول إلى روبوت على شكل ثور إسباني قوي جدا، والروبوت يتحول من ثور إلى شخص طويل القامة مجهز بالأدوات القتالية والشرسة وقادر على الحركة. سيارة بالفي عبارة عن مركبة هجينة تعمل بالوقود التقليدي والنظيف معا، كما أنها تتضمن مقعدين فقط وتستطيع حمل راكبين ليس أكثر. تصل سرعة القصوى للمركبة فتصل إلى 112 ميلا أي 180 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 4000 قدم. وتحتاج المركبة لمدة 10 دقائق
حتى تتحول من سيارة على الأرض إلى طائرة صغيرة. ومن بين مزايا هذه السيارة الفريدة إقلاعها باستخدام طاقة الرياح، ما يمكنها من التحليق بحرية في الهواء، بالإضافة إلى تصميمها الفريد من نوعه بثلاث عجلات. وتحتاج المركبة التي تتسع لراكبين إلى 3 أو 5 دقائق فقط لتتحول بين وضع الطيران والسير على الطرق. وتصل سرعة المركبة إلى 160 كيلومتر في الساعة على الأرض، بينما تصل سرعتها في الهواء إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الطيران حتى ارتفاع 3.5 كيلومتر. سيارة إيروموبيل هي أول سيارة طائرة في العالم، عبارة عن طائرة بإطار خفيف يمكن أن تتراجع أجنحتها مثل حشرة وتتحول لسيارة، مدعومة بمحرك هجين بسرعة قصوى تبلغ 160 كيلومتر في الساعة ومروحة خلفية مزودة بمحرك كهربائي، والذي يمكنها من السير لمدى 700 كيلومتر، مزودة بتكنولوجيا العالية في الهيكل الأساسي للسيارة. تصرخ السيارة حوالي 3 دقائق لتتحول إلى طائرة ولتكون جاهزة للرحلات، حيث سيتم تشغيلها بواسطة محرك تيربو رباعي الأسوانات بسعة لترين ليعطيها قوة 300 حصان. تعمل على دفع المحرك ليصل إلى أقصى مدى للطيران حوالي 750 كيلومتر. أثناء وضع القيادة على الطرق يتم تشغيل السيارة الطائرة بواسطة نظام كهربائي هجين. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير. دمتم بخير.